واشنطن تحركت باتجاه المملكة العربية السعودية والعراق، وذلك من أجل زيادة الضغط على إيران أكثر وأكثر. وبهذا الأمر أصبح واضحا مما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية بأن هنالك وفدا رفيعا للمستوى أمريكي طبعا متوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، وستكون له اجتماعات مهمة من 13 إلى 16 من فبراير، أي أن يوم غد ستبدأ هذه الاجتماعات. وطبعا هذه الزيارة هي تأتي بعدما كشفت الوول ستريت جورنال الشهر الماضي بأن التوترات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية قد انخفضت كثيرا بسبب عدد من الإجراءات المقنعة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة ترميم العلاقة مع السعودية التي توترت كثيرا في السنتين الماضيتين. أيضا CNN الأمريكية كشفت بداية هذا الشهر بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ابتعد تماما وليس لديه أي مخططات للضغط على المملكة العربية السعودية أو فرض عقوبات على السعودية، بل بالعكس أنه يريد التقارب أكثر مع السعودية. وهنا تأتي أهمية طبيعة هذه الزيارة، فهذه الزيارة وبحسب ما نشر من بيان من الخارجية الأمريكية سيحقق هذا الوفد الأمريكي عدد من اللقاءات مع عدد من الممثلين لدول مجلس التعاون الخليجي في الخليج العربي. طبعا سيقومون بعدد من الاجتماعات معهم خلال 3 أيام والأربعة أيام القادمة، وسيكون هنالك عدد من المناقشات المهمة مع هذه الدول. واحدة من أهم الأمور التي ستتم مناقشتها هي مسألة التعاون على مستوى المنظومات الدفاعية الجوية، الصاروخية، الأمن المائي، أي بما معنى الخليج العربي، خليج عمان، البحر الأحمر. كل هذه أمور ستناقش، وكذلك واحدة من الأمور التي ستناقش هي إيران وكذلك مكافحة الإرهاب. وهذه المسائل كانت عليها خلافات كبيرة قد جرت شاهدناها طبعا بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد عملية ضربات جاءت من جماعة الحوثي وإحدى الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق، عندما قامت باستهداف المنشآت النفطية في السعودية وكذلك في الإمارات العربية المتحدة بالطائرات المسيرة بالصواريخ البالستية. الإدارة الأمريكية لم تفعل شيئا وتوترت الأمور. ها هم الآن قادمون الأمريكيون بهذا الوفد من أجل إعادة ترميم الأمور وزيادة التقارب، والتقارب بشكل أكبر مع السعودية تحديدا، مع الإمارات ودول الخليج العربي، وخاصة وأن الحديث عن إيران. وبالحديث عن إيران فإن أحد أهم الشخصيات الموجودة على رأس هذا الوفد الأمريكي هو روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران. هذا الرجل أساسا بوجوده في هذه الزيارة هو يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعطي تطمينات حول مسألة العودة للاتفاقية النووية والتقدم النووي الإيراني، تخصب اليورانيوم بنسبة 60% بمنشأتين منفصلتين طبعا مستقلتين، منشأة ناتانز ومنشأة فوردو. إيران قريبة من الوصول للقنبلة النووية. لا بد من الحديث مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي حول هذه المسألة، لأن السعودية سبق وأن لمحت وكانت واضحة تماما، تصل إيران للقنبلة النووية سأصل أنا أيضا للقنبلة النووية، وهذا سيفتح باب التسلح النووي الذي لا تريده إلا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إسرائيل. وبالتالي الولايات المتحدة تحاول أن تبقى قريبة من المملكة العربية السعودية للابتعاد من مثل هذه السيناريوهات الخطيرة، وأن تكون واضحة حول مسألة إيران تحديدا. بالإضافة إلى ذلك فإن هنالك أيضا مسألة مهمة للغاية، أن اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية من السعودية هي أيضا تأتي قطع الطريق عن النفوذ الكبير الذي بدأت تراه الولايات المتحدة الأمريكية لأعدائها في الشرق الأوسط. واحدة منها العام الماضي شهدنا الرئيس الصيني جاء إلى داخل السعودية وعقد العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك أنهم وجدوا أن العلاقة الروسية السعودية قد تطورت بشكل كبير منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. استغلوا طبعا توتر العلاقات بين إدارة بايدن والسعودية، وعلى هذا الأساس وخاصة فيما يتعلق في روسيا الولايات المتحدة الأمريكية جادة في مسألة قطع أي علاقات، أي دفعات، أي مساعدة تأتي من الشرق الأوسط
تجاه روسيا، فروسيا أصبحت في كل مكان، لديها علاقة في السعودية. سيرجي لافروف كان في العراق كذلك وزير الخارجية الروسي، أيضا هم موجودين على البحر المتوسط في سوريا، لديهم علاقة استراتيجية مع إيران، بالتالي هم في كل مكان ويتحدون الأمريكيين. وعلى هذا الأساس وهذا الأمر وهذه أساسا استراتيجية واضحة من الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط من أجل قطع الطريق على روسيا من استغلال الشرق الأوسط لكي تتخلص من العقوبات. هذا الأمر وضحته أساسا CNN قبل 8 أيام بأن الولايات المتحدة بدأت تأخذ هذه الخطوات، وبالتالي ذهابهم إلى السعودية هي قد توضح بأن هنالك تحركات كبيرة في مسألة لنتقارب مع بعضنا البعض ولنضغط أكثر على روسيا. وطبعا هذه مسألة نقاش كبيرة ستأتي بالنسبة للخليج العربي، وكيف سترد دول الخليج العربي على هذه المسألة، هل ستتوافق، هل ستبقى ماسكة العصا من الوسط، هل ستبقى على الحياد. هذه أسئلة طبعا تطرح على هذه الدول، ولكن الأهم من هذه المسألة أيضا بأن هذه الاستراتيجية لا تهدف فقط الضغط على روسيا بل الضغط أيضا على إيران، لأن إيران مشتركة في الحرب الروسية الأوكرانية، ولا زالت الأسلحة الإيرانية وتحديدا المتمثلة بالطائرات المسيرة بشاهد 136 المفخخة لا زالت حاضرة في الحرب الروسية الأوكرانية. في يومين الماضيين وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت هنا في 10 فبراير كما تلاحظ كانت هنالك 5 طائرات مسيرة على سبيل المثال مع 71 صاروخا من صواريخ الكروز، 61 منها قد أسقطتها طبعا وزارة الدفاع الأوكرانية أو القوات الأوكرانية نجحت بشكل كبير أي بنسبة 86% أسقطت هذه الصواريخ. ولكن لاحظ الطائرات المسيرة حاضرة. في نفس اليوم تقرير آخر 20 طائرة أيضا هاجمت المنطقة وهاجمت أوكرانيا، وأيضا في نفس اليوم كما تلاحظ هنا نحن أمام 5 طائرات مسيرة أخرى من طائرات إيران المسيرة المفخخة، ويوم أمس كانت هنالك أيضا شاهد 136 4 طائرات مسيرة كما تلاحظون مع طائرة مسيرة من نوع أورلان الروسية هي قامت بعملية مهاجمة الداخل الأوكراني. بل إن الولايات المتحدة الأمريكية اكتشفت من عملية تدقيق وتحقيق في الطائرات المسيرة الإيرانية، وجدوا من خلال تقرير نشر على CNN الأمريكية مؤخرا بأن إيران تطور الرؤوس الحربية المفخخة لهذه الطائرات المسيرة قبل أن ترسلها لروسيا لكي تحقق وتلحق أضرارا قصوى بأهداف البنية التحتية داخل أوكرانيا كما هو موضح. وهم طبعا أخذوا هذا التقرير من هذه المنظمة التي ترونها وهي منظمة أبحاث تسلح النزاعات تحديدا، هي التي وضعت تحليلات لإحدى الرؤوس الحربية المفخخة لطائرة شاهد 136 المفخخة. وإذا ما حاولنا أن نلقي نظرة على طبيعة الصورة القادمة لهذا الرأس الحربي الذي صوروه والذي طبعا هو إحدى الطائرات المسيرة كما تلاحظون هي التي سقطت على مدينة أوديسا الأوكرانية بهذا الشكل، تمكنوا من أخذ هذه القطعة لرأس طائرة شاهد 136 المفخخة ووجدوا بأنها قد تطورت كثيرا. الإيرانيون يطورونها، غيروها، قارنوها بالطائرات المسيرة التي استهدفت الشرق الأوسط، قد يكونوا فحصوا الطائرات المسيرة التي هاجمت إقليم كردستان على سبيل المثال أو الطائرات المسيرة التي شهدناها هاجمت مثلا المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، ووجدوا تماما بأن هنالك تغييرا. دعونا نعود مرة أخرى إلى الشاشة لكي نلاحظ طبيعة هذه التغييرات التي لاحظها هذا المعهد المهم. كما تلاحظ هنا هذه صور توضح بأن هنالك تغييرا مما كانت عليه شاهد 136 سابقا، وكيف أنها تطورت تحديدا الطائرات المسيرة المفخخة من شاهد 136 التي هاجمت أوكرانيا. ظهر هذا التغيير فقط في أوكرانيا. لاحظ مثلا هذا الرأس الحربي المفخخ لهذه الطائرة المسيرة التي نتحدث عنها، إحدى الطائرات التي هاجمت المملكة العربية السعودية في عام 2019، يوضحون بأن هنالك تغييرا، تغيير كبير في التصميم، شكل مختلف تماما الآن. وبالتالي الولايات المتحدة جادة في هذه المسألة وفي مسألة الضغط على إيران، لأن إيران لا ترسل فقط الطائرات المسيرة وإنما هي تطورها وترسلها لروسيا لكي تستخدمها في الداخل الأوكراني. راحة كبيرة، قدرة كبيرة، وهذا قد يفسر الكثير مما رأيناه من إجراءات البنك الفيدرالي الأمريكي على العراق عندما وجدوا أن هنالك غسيلا للأموال، تهريبا للدولار الأمريكي يأتي من العراق إلى الداخل الإيراني، مما أثر طبعا على داخل العراقي في عملية ارتفاع أسعار صرف الدولار طبعا. والعراق طبعا تحرك في هذا الاتجاه، أرسل وفدا عراقيا مهما إلى واشنطن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التقوا بالبنك الفيدرالي
الفيدرالي الأمريكي، التقوا بوزارة الخزانة الأمريكية، السفيرة الأمريكية في العراق كانت حاضرة أيضا في هذا الاجتماع لساعات. طبعا هذا الاجتماع قد طال بحسب بيان صدر من البنك المركزي العراقي، وطبعا وضح هذا البيان الذي تلاحظونه بأن هنالك عملية اتفاق، هنالك استعداد من الأطراف جميعها من الطرفين في عملية تطبيق المنصة الإلكترونية في البنك المركزي العراقي، وهذا يعني بأنها فرصة كبيرة ستساعد العراق للخلاص من مسألة تهريب الدولار والعملة الصعبة إلى داخل الإيراني، إلى سوريا، إلى الدول الأخرى، وبالتالي العراق سيخرج من هذه المسألة والشعب العراقي سيستفيد تماما من الدولار الأمريكي المهم والذي هو من استحقاقه من مبيعات النفط التي تذهب إلى البنك الفيدرالي الأمريكي. مسألة مهمة في غاية الأهمية. بالإضافة إلى ذلك، إن واحدة من الأمور التي وضحت أن هنالك نوع من الاتفاق، نوع من الشروط من الولايات المتحدة الأمريكية على العراق هي ما صدر من هذا المراسل الذي ترونه هنا والذي يعمل طبعا في روداو الإنجليزية، كان حاضرا على ما يبدو في الولايات المتحدة الأمريكية كما ينشر هذه الصور، ووضح من خلال تغريدة له من خلال معلومة تحصل عليها من الوفد تحديدا من أحد الوفود طبعا، ويبدو أنه الوفد العراقي الذي تحصل عنه أو كما تحدث مصدر هو حاضر حقيقة من الاجتماعات التي جرت بين العراق وبين الولايات المتحدة، تحصل على معلومة مهمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وافق للعراق على عملية دفع الفواتير المترتبة عليه من إيران، واحدة منها طبعا على ما يبدو الغاز الطبيعي، وبأن هذه القيمة وقيمة هذه الأموال هي 500 مليون دولار. يجب أن ننتبه، الدفعات بالدينار العراقي وليس بالدولار الأمريكي، ولكن شرط هذه الموافقة، هذه الملايين يجب أن تذهب إلى طرف ثالث، قد تكون إحدى الدول الخليجية بكل تأكيد، وبالتالي العراق سيكون قد نفذ هذا الشرط، والولايات المتحدة بالنسبة لها وبالنسبة لإيران دفع العراق هذه الأموال، ولكن الولايات المتحدة الواضح بأنها تريد أن تبقي هذه الأموال في إحدى الدول الخليجية حتى يتم الاتفاق مع إيران على مستوى الاتفاق النووي، وتبقي الضغط عاليا طبعا على إيران. وهذا يوضح وكأن الإدارة الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نجحت في مسألة التواصل مع العراق، مع البنك المركزي العراقي، في مسألة منع تسرب الدولار الأمريكي إلى الداخل الإيراني. ولكن من جهة أخرى، والمفاجأة الكبيرة هي ما هو قادم من الحزب الجمهوري الأمريكي الذي فجأة ظهر بقوة كبيرة منتقدا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وطبيعة سياسته مع العراق، وقالوا طبعا الجمهوريين بشكل مباشر بأن العراق يا جو بايدن لديه علاقات متنامية مع إيران ومستمرة، العراق على ما يبدو ذاهب باتجاه إيران، كذلك هو يهرب الدولار وهو يساعد الفصائل المسلحة المقربة من إيران، ليس هنالك موقفا واحدا مفيدا استفدنا من العراق في الفترة الأخيرة. وضعوا الكثير من الانتقادات حتى على النظام السياسي العراقي برمته، بدأوا يتحدثون عن وضع الديمقراطية موجودة في العراق، ونحن نتحدث هنا عن عدد من الجمهوريين، تقريبا 3 كتبوا رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن، أيضا 2 أو 3 كتبوا للواشنطن فري بيكن حول هذه المسألة من الجمهوريين، وهذه ليست آراء منفردة أو آراء منفصلة، لا أبدا، هؤلاء الجمهوريين أساسا هم في لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري الأمريكي، وكذلك ممثلين عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، بالتالي المسألة لا تؤخذ بسهولة، وبالتالي طلبوا عددا من الطلبات من إدارة بايدن، نريد في 24 من هذا الشهر أن تجيبنا حول علاقتنا مع العراق، فإن هنالك تاكس بايرز دافعين للضرائب أمريكيين يدفعون ما يقارب من أموالهم أكثر من 500 مليار دولار كمساعدات أمنية للعراق، والعراق يعتبر رابع أعلى دولة يتحصل على المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى هذا الأساس هذه الأموال ممكن أن نقطعها. هنا المشكلة الأساسية بالنسبة طبعا للولايات المتحدة والإدارة الأمريكية، بأن سيطرت وأن الحزب الجمهوري الآن يسيطر بالأغلبية على مجلس النواب الأمريكي، هذا يعني أي مسألة أموال ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية أو أموال تتدفق مثلا يريد أو تريد الإدارة الأمريكية أموالا تذهب إلى أوكرانيا لمساعدة أي دولة أخرى،
فقط الحزب الجمهوري هو القادر على عملية الموافقة على إرسال هذه الأموال، وهم قادرين على إيقاف الأكثر من نصف مليون دولار، طبعا أكثر من نصف مليار دولار عفوا، التي ترسل إلى الداخل العراقي. ممكن أن يقطعوها إن لم يتحصلوا على هذه الإجابات. واحدة من الأمور التي هي منزعجة منها ومنزعج منها الحزب الجمهوري الأمريكي هو القرار الذي صدر الشهر الماضي حول عملية إلقاء القبض واعتقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. هم منزعجين حول هذه المسألة. طبعا العراق أصدر هذا القرار لأنه وجد ما حدث في حادثة المطار في عام 2020 هي جريمة حرب، وبأنها كانت مباغتة، وأبو مهدي المهندس كان أحد الأطراف طبعا الذين تعرضوا، والذي يعتبر جزءا مهما من المنظومة الأمنية العراقية، قد طبعا ضرب وقتل بهذه الضربة، هو وقاسم سليماني الذي يعتبره العراق أيضا، وقال بأنه كان ضيفا أساسا على العراق، وبالتالي أصدروا هذا القرار على دونالد ترامب. ولكن الحزب الجمهوري من جهة يقول بأن دونالد ترامب الآن هو مرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وبقوة كبيرة للغاية، إذا ما فاز في رئاسة الولايات المتحدة كيف للعراق أن يتعامل معه والرجل يعتبرونه مجرم حرب وارتكب جريمة حرب؟ هنا أساس المشكلة بأن دونالد ترامب مثلا مؤخرا في الاي بي سي نيوز الأمريكية عندما وضعوه وجها لوجه مع طبعا جو بايدن بهذا التصنيف الذي ترونه خلال هذا الشهر من عام 2023، فاز دونالد ترامب بنسبة 48% بحسب استطلاعات الرأي الأمريكية مقابل 45% لجو بايدن، على الرغم أن دونالد ترامب يواجه بعض المنافسة من هذا الرجل رون دي سانتز الذي يبدو منافسا قويا في الحزب الجمهوري لدونالد ترامب. ممكن هو أن يكون الوجه القادم للحزب الجمهوري في نوفمبر عام 2024 في الانتخابات الرئاسية، خاصة إلى ما لاحظنا بأن عملية المصادقة هنا دي سانتس باللون الأخضر، دونالد ترامب باللون الأزرق، هنالك مصادقة نوعا ما، استطلاعات بين الجمهوريين لترامب ولعدد من المرشحين الجمهوريين الذين من المحتمل أن يترشحون عن الحزب الجمهوري. ستلاحظ عندما نقترب من هذا كما تلاحظون الاستطلاع على ما يبدو، ستلاحظ بأن باللون الأخضر دي سانتس قد اقترب من دونالد ترامب وأصبح منافسا له وأصبح خطرا للغاية على دونالد ترامب، وبالتالي ممكن أن يكون هو الوجه القادم. لكن رون دي سانتس حتى هذه اللحظة لم يرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، هو قريب جدا من إعلان ما إذا كان سيترشح أم لن يترشح. بغض النظر عن كل ذلك فهو صوت ترامبي واضح، هو أحد أصوات دونالد ترامب المعروفة. إن فاز دونالد ترامب، إن فاز رون دي سانتس، الوضع العراقي ليس بخير في عام 2024 في ظل هذه الظروف الضاغطة طبعا. وهذا ما انتبه له الحزب الديمقراطي تشاك شومر، وهو الزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بدأ يتحرك بحسب الأسوشيتد بريس، وهم طبعا يسيطرون على الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل بسيط وواضح، بدأوا يتحركون لإلغاء هذا القرار الذي ترونه، وهو التخويل الذي تحصل عليه جورج دبليو بوش الـ AUMF Authorization for Use of Military Force لعام 2002، وهو التفويض لاستخدام القوة تجاه العراق، والذي غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق على إثره. وكذلك بدأت تتحرك ويتحرك الديمقراطيين لإلغاء الـ AUMF لعام 1991 الذي عملوا من خلاله طبعا على إخراج القوات العراقية من الكويت تماما. يريد طبعا الحزب الديمقراطي إنهاء هذه القرارات وإلغائها والتصويت عليها. هي تمت المصادقة عليها في مجلس النواب، صادقوا عليها في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، والآن يريدون إنهائها تماما. وبالتالي الرئيس الأمريكي القادم، قالوا الجمهوريين لو جاء جمهوري في عام 2024 لن يستخدم هذه القرارات ويقوم مثلا بضربة بالعراق فجأة كما فعل دونالد ترامب في عام 2020، مما ممكن أن يؤدي إلى حرب. هم يجدون الديمقراطيين أن هذه الضربة كان من الممكن أن تؤدي إلى حرب. الصواريخ البالستية انهالت على قاعدة عين الأسد في حينها كردة فعلا على قتل الجنرال الإيراني الكبير قاسم سليماني، وبالتالي عندما جاءت هذه الضربات لو قتل جندي أمريكي واحد، كما تحدث كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية سابقا، لو قتل واحد منهم لا اندلعت الحرب ولا كان هنالك ردة فعل أمريكية. وبالتالي هم يريدون إلغاء هذا الأمر، ولكن الجمهوريين طبعا معارضين تماما ويقولون يجب أن يكون للرئيس الأمريكي أداة لكي يقاتل بها. وبالتالي بشكل عام كل هذه الإجراءات الجمهورية أو الديمقراطية هي لقطع كل شيء على إيران، لقطع كل شيء طبعا على كذلك روسيا. وهذه تفاصيل فعلا هي مثيرة، هي تفاصيل مهمة، تحرك تجاه السعودية، تحرك تجاه العراق، وننتظر ما الذي سيحدث وكيف سيستجيب الشرق الأوسط.